تي اس ام سي اليوم عملاق بصناعه الرقائق، خاصه في ظل موجه الذكاء الاصطناعي التوليد الجنريتيف اي اي. فخلينا نفسر ماذا تصنع تي اس ام سي وما اهميتها على خارطه الذكاء الاصطناعي العالمي. عظيم. تي اس ام سي هي عباره عن مولد لموضوع الذكاء الاصطناعي، هي اللي بتغذي مراكز البيانات بالعالم، سواء من امازون وجوجل وازور من مايكروسوفت. هي اللي بتعطيهم السيمي كوندكترز، بحيث نحن اليوم نقدر نستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تي اس ام سي هي اللي بتصنع 92% من الادفانس تكنولوجي سيمي كوندكترز بالعالم. هي الشركه صعب اصلا نسخ نفس التكنولوجي اللي احنا بنعمل اللي بتعملها تي اس ام سي. السبب انها عندها 7500 براءه اختراع اليوم بنفس المجال، ناوي انها توصلهم الى 80,000 براءه اختراع بحلول 2030. عندها حوالي 60,000 تريد سيكريت، كمان بدها توصلهم حوالي 200,000 تريد سيكريت بحلول 2030. الشركه طبعا هي فيرست ادابتر لموضوع الاي اس ام ال ماشينز الاي يو في، اللي هي الاكستريم الترا فايلوت تكنولوجي. بس مشان نحن نوضح للمستخدم، لانه بنستخدم بعض الترمينولوجيز اللي هي صعبه، اكيد بتختلط علينا بالضبط. اللي مش متخصص بالتكنولوجيا، لهذا السبب انا سالتك شو الادج تبع تي اس ام سي. ذكرت اي اس ام ال مثلا، اي اس ام ال معروفه الهولنديه ايضا. نعم. مهمه بهذا القطاع، بس مش واضح لنا للمواطن العادي الفرق بالتكنولوجيا اللي بتصنعها اي اس ام ال مقارنه مع على سبيل المثال مع حد ثاني. صح. نعم. كانون. طيب بس مشان نوضح، لما نقول 3 نانومتر هو عباره عن يعني الشعر الوحده تبع آدمي، ممكن تحصل 80,000 سيمي كوندكترز اللي هي بتنتجها تي اس ام سي. فالصغر تبع الشيبس اللي عم تصنعها تي اس ام سي جدا متناهي. الايفون الواحد اليوم، الايفون 16 اللي حينزل على السوق، فيه 15 مليار سيمي كوندكترز لتاكيد معالجه البيانات بسرعه فائقه، ومعالجه الصور والفيديو واستخدام الذكاء الاصطناعي على الايفون وتوفيرها للهيومن طبعا البشر بهاي السرعه. فهي الايدج اللي فيها تي اس ام سي، ولها السبب هي صعب تكوبي. لها سبب اليوم مثلا بنشوف انه امريكا غيرت قوانين اللي هي الاي اي الشيب لو عندهم، وفي عندنا باوروبا نفس الشيء. اليوم المانيا بتدفع 5 مليار لتي اس ام سي مشان تفتح عندها مصنع بدريزدن. طبعا السبب هي اختيارها لدريزدن لانه جامعات التكنولوجيا والانجينيرنج مينلي بالمانيا بهاي المنطقه، فهي مثل السيليكون فالي لاوروبا دريزدن. كمان سابقا امريكا دفعت 6.6 مليار لتي اس ام سي لفتح نفس الشيء بلانس مصانع لها في اريزونا بامريكا. هلا اليوم المشكله انه موضوع تايوان حساس مع موضوع الصين. نعم. وبالتالي اليوم الغرب يود ان يثبت او يعيد الصناعه الى الدول الغربيه لحتى ما يوقعوا بمشاكل سلاسل الامداد في حال صار في تازم على صعيد اما الحرب التجاريه او غيرها من الحروب اللي عم تحصل حول العالم، حتى على سبيل المثال حرب روسيا واوكرانيا والاصطفاف الدولي. صحيح. حول هذا الحرب. فبالتالي اليوم عم بيحاولوا جذب هذه المصانع لانشاء مصانع داخل الاتحاد الاوروبي وبالولايات المتحده، داخل الولايات المتحده، ومثل ما قلت عم بيقدموا سبسيديز، عم بيقدموا دعم. هل في امثله اخرى على ما قامت به المانيا لتوطين هذه الصناعه داخل الاتحاد الاوروبي؟ نعم. هلا بالمانيا انا ما عندي فكره اذا مثلا غطت بعض الشركات الاخرى، لكن انا بتذكر مثلا انتل في خبر مماثل. نعم. مر معنا انه انتل. نعم. عم تعمل مصنع ايضا. نعم. بالمانيا مدعوم كذلك. صحيح. 10 مليار دولار كمان كانوا لانتل مضبوط في المانيا، لكن انتل بدها شوط كثير طويل لحد ما توصل للي وصلته تي اس ام سي في التكنولوجيا اللي هي عم بتصنعها اليوم في السيمي كوندكترز. جمال، مين الشركات المقارنه لتي اس ام سي؟ يعني اذا عم نقول انه تي اس ام سي هلا قد متفرده. نعم. بالمنتج تبعها، مين المشابه لها؟ طيب لما نحكي عن فاوندريز في كثير، جلوبال فاوندريز 1، انتل اكيد هي الاول بالعالم، وفي مثلا كوالكوم كمان عندهم فاوندري. لكن اللي بالادفانس تكنولوجي 92% من الادفانس سيمي كوندكترز هي تصنع اليوم من تي اس ام سي، هي متفرده بالعالم. عم بتحاول انتل تدخل المجال. اليوم الشيء اللي بينفرد فيه تي اس ام سي، بس مشان نوضح، البرودكشن لاينز اللي كانوا عم بيطلعوا من اي اس ام ال لحد نهايه 2023 كان كلياتهم يروحوا تي اس ام سي. فتحت المجال بشكل ذكي تي اس ام سي لانتل بال 2024 تاخذ الانتاج تبع اي اس ام ال، وبال 2025 كمان جزء منه، لانها على ما اظن تي اس ام سي عم تستنى للتكنولوجي جدا مهمه حتى تطلع فيها. كانون معلنه فيها بنهايه 2024، ما شفت حدا مغطي هاي التكنولوجي اللي هي ما تسمى ان اي ال، نانو ليثوغرافي تكنولوجي.
حتكون ارخص من ASML، لانه ASML حتى رفعت اسعارها من 200 كانون اللي حتنتجها. نعم اوكي، كانون حتنتجها، هي حتكون ارخص من اللي عم تعملها ASML. ASML حتى رفعت اسعارها من 200 مليون ل 350 مليون يورو. وهذا واحد من الاسباب اصلا تي اس ام سي نفسها علقت انه الاسعار صارت كثير غاليه، وممكن قللت من الديماندز اللي هي عم تطلبها من ASML.